عربية بريس نحو إعلام هادف. السلام عليكم. في سياق الجدل والنقاش المواكب لورش إصلاح مدونة الأسرة المغربية، بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية المغربية وبعض الأحزاب العلمانية تطالب بإلغاء الألف بالتعصيب. مبرر هذه الجمعيات وهذه الأحزاب في ذلك أن الألف بالتعصيب ينتج عنه بعض الأملاك المشتركة بين العصبة الذكور والعصبة الإناث، عقارات ومنازل مثلا، وأنه عندما يطالب العصبة الذكور بأنصبتهم يؤدي ذلك إلى إخراج الإناث وتشريدهن. وعلى كل حال هذا موجود في الواقع الاجتماعي المغربي، ولكن هل الحل يكمن في إلغاء الإرث بالتعصيب أم أن هنالك حلولا شرعية أكثر نجاعة وأكثر واقعية من هذا المطلب الذي يقترحه؟ لا بد من الإشارة أولا إلى أن هذا المطلب مطلب غير شرعي وغير دستوري وغير واقعي وغير ممكن ولا يعتبر حلا، وذلك لعدة أسباب أهمها سببان. السبب الأول مصادمته للنصوص الشرعية القطعية من القرآن والسنة، بمعنى أنه مطلق مصادم لمرجعية المغاربة العليا المتمثلة في القرآن والسنة، وبالتالي يكون مطلبا غير شرعي وغير دستوري، لأنه أيضا مصادم لدستور المملكة الذي يعتبر الإسلام دين الدولة. السبب الثاني هو أن إلغاء الإرث بالتعصيب فيه إضرار بالمرأة أساسا، لأن الذي يرث بالتعصيب ليس الرجل فقط، إنما المرأة أيضا، بل إن المرأة ترث بنوعين من أنواع التعصيب، ترث بالغير مثل البنت مع أخيها، وترث مع الغير مثل الأخت مع البنت، بينما لا يرث الرجل إلا بطريق واحد وبنوع واحد من أنواع التعصيب، هو التعصيب بالنفس، بمعنى أن هذا المطلب ضرره على المرأة أكبر من ضرره على الرجل، وفيه ضرر بالنسبة للطرفين معا والجنسين معا، وهو مضر بالأسرة والمجتمع. والقاعدة الشرعية عندنا لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. طيب، إذا كان إذن هذا المطلب غير شرعي وغير واقعي وغير دستوري وغير ممكن، فما هو الحل؟ الحل الذي يقترحه الاجتهاد الفقهي الشرعي المنضبط والرشيد حلان اثنان. الأول الهبة. يستطيع الأب مثلا أن يكتب لبناته عقد هبة يهبهن بموجبه ما شاء، والهبة هي عقد تمليك للذات وللعين. إذن يستطيع أن يكتب لهن ما شاء من أملاكه، بيتا أو عقارا أو ما شاء بعقد الهبة، بشرط واحد ألا يكون قصده من ذلك الإضرار بسائر الورثة، وإنما يكون القصد حماية هؤلاء البنات وهؤلاء الإناث. ولكن الهبة لا تخلو من مشاكل ومحاذير كما هو معروف عند أهل الاختصاص، منها مثلا أن عقد الهبة يعطي الموهوب لهن من البنات والإناث حق التصرف في الموهوب له ببيع أو هبة أو ما شابه من أنواع التصرف، وربما يكون ضرر ذلك ربما يعود على الواهب نفسه، لأن كثيرا من الآباء وهبوا أبناءهم وهبوا
لا أملاكهم لبعض أبنائهم العاقين، فقام قام الأبناء بتفويت هذه العقارات وتشريد آبائهم في الشوارع والساحات. أيضا هذا حل، لكنه لا يخلو من مشاكل ومن محاذير. الحل الأفضل وحل شرعي ثاني هو الأمثل وهو الأنجع، هو حل العمرة، العمرة بالألف المقصورة وليس بالتاء المربوطة، هي تمليك لمنفعة السكن أو العقار، يعني يعطي للأب حق أن يكتب لبناته حق الانتفاع بهذا السكن أو بهذا العقار، عمره هو أو عمرهن، يعني مدى حياتهن أو المدة التي يشاء. ولهذا عدة مزايا: المزية الأولى أنه يحمي حق البنات وحق الإناث في السكن، بحيث لا يستطيع سائر الورثة إخراجهن من هذا السكن، من هذا البيت أو من هذا العقار. الميزة الثانية أنه يمنع هؤلاء البنات أو الإناث من تفويت العقار، لأن لهن فقط حق السكن ولا يملكن العين، إنما ينتفعن بمنفعة البيت والعقار، السكن مثلا أو الكراء أو ما شابه. المزية الثالثة أنه يحمي حقوق يعني هؤلاء الواهبين، بحيث أنه يعني بعد موت البنات مثلا أو استغنائهن عن هذا العقار أو السكن، يمكن أن يعود إلى الواهب، يرجع إلى مالكه الأصلي أو إلى ورثته، وهذا يعتبر الحل الأمثل والحل الأنجع والحل الشرعي والواقعي والدستوري، وهو بالمناسبة عقد معروف في الفقه الإسلامي بشكل عام، ومعروف في الفقه المالكي بشكل خاص، وموجود أيضا في القانون المغربي، وإن كان أكثر المغاربة لا يعرفونه، هو موجود في مدونة الحقوق العينية في 4 مواد: المادة 105، 106، 107، 108. إذا هذا الحل الذي يحل إن شاء الله تعالى مشاكل الواقع المغربي فيما يتعلق بقسمة الأملاك المشتركة الناتجة عن التعصيب، ولا يوقعنا في مصادمة الشرع ولا ثوابت المملكة ولا دستورها وما إلى ذلك. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. هوية برنس، نحو إعلام هادف.